التشجيع والمؤازرة في هذه المباراة أمام المتصدر، أمام صاحب اللقب الأخير والطامح للقب جديد. كرة ملعوبة لصالح نادي الكويت، فيصل زايد كرة معاه تلعب كاديرون شايد على المرمى لكن تضرب ترجع خطرة يوسف ناصر، جول جول أول لصالح نادي الكويت، جول أول جول أول بالدقيقة أربعة، بالدقيقة أربعة هدف أول بعد ما تابع كرة ضربت في لاعبين النادي العربي لتروح الكرة سهلة إلى يوسف ناصر ويحطها على طول على يسار حارس مرمى النادي العربي. أول أهداف، أول أهداف، شوف شوف العادة، شوف العادة كرة يعني ضربت دفاع النادي العربي تابعها يوسف ناصر بنجاح يحطها بيسارة على يسار حارس مرمى النادي العربي. هدف أول، هدف أول، شوف الإعادة أوضح، أوضح الإعادة فيها يعني وضوح لتمركز اللاعب والتسديد الناجح في